للتعليق على الاعتقالات التي طالت المدنيين اليوم في قضاء طارمية شمالية بغداد ينضم إلينا عبر الهاتف أمين وسر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى السنبل. شيخ يحيى، بداية السلام عليكم. حملة دهم واعتقالات في الطارمية شمالية بغداد وثقها المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، ما دوافع هذه الحملة من وجهة نظرك؟ وعليكم السلام ورحمة الله، أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين. حياكم الله. أخي الكريم، كان البعض يتصور بأن هذه الحكومة سوف تختلف عن سابقاتها في معالجة الأمور التي تجري منذ 17 عاما على الساحة العراقية، ولكن الظاهر أن هذه الحكومة تسير على منوال سابقاتها من الحكومات التي تخضع إلى التوجيه الطائفي والتوجيه الإيراني باستهداف مناطق معينة، وهذا ليس الاستهداف الأول ولا الثاني ولا الثالث في مناطق شمال بغداد، وخاصة الطارمية التي جرفت بساتينها وهدم الكثير من دورها بحجة وجود خلايا لتنظيم داعش. وتقوم هذه الألوية بين فترة وأخرى باعتقال الشباب المدنيين، متناسية هذه الحكومة إنها تملك أجهزة استخبارية وأمنية وبإمكانها أن تعرف من هي هذه الخلايا وكيف تصل إلى هذه المناطق، ولكنها تتعمد بالقيام بمثل هذه الأعمال التي تعد انتهاك لحقوق الإنسان، ولن يصدر أي أمر لإلقاء قبض على أي شخص في هذه المنطقة سوى القيام بهذه الانتهاكات وهذه الاعتقالات العشوائية التي تطال الكثير من هؤلاء الشباب في محاولة بعد اعتقالهم من أجل ترك المنطقة وإحداث التغيير الديمغرافي فيها. لذلك هذه الحكومة التي قامت قبل أيام باعتقال مجموعة صغيرة مما يسمى ميليشيا حزب الله وأطلقت سراحهم، كانت تريد أن تغطي على هذا الفشل الذريع، ولكنها عادت على العمل مثل الحكومات السابقة باستهداف المكون العربي السني في هذه المناطق واعتقال من الجهات أو القوى المستفيدة؟ من الأطراف المستفيدة شيخ يحيى من تكرار ما بين الفترة والأخرى حملات الاعتقال بحق أهالي الطارمية؟ يعني هناك استهداف مثل ما ذكرتم لأهالي الطارمية، استهداف أهالي هذا القضاء وأهل هذا القضاء مستمر، يعني ربما منذ الاحتلال عام 2003 من قبل يعني حتى الأمريكيين ومن ثم القوات الحكومية والميليشيات. يعني ما هي الأطراف المستفيدة أو القوى المستفيدة من عمليات أو تحقيق التغيير الديمغرافي؟ أخي، المستفيد الأول هو المشروع الطائفي وما يسمى بالثورة الإيرانية التي تعمل على السيطرة على هذه المناطق بل وتتعداها للوصول إلى قارة عربية أخرى. لذلك فمشروع التغيير الديمغرافي هو في صلب ما يسمى بالثورة الإيرانية، وتقوم هذه الألوية أو الميليشيات الخاضعة لنفوذ وتوجيه الحرس الثوري الإيراني بتنفيذ هذه الصفحات من أجل كسر شوكة العرب السنة في هذه المناطق ومن أجل ترحيلهم من هذه المناطق واعتقال أبنائهم. هذا هو الجهة، هي المستفيدة التي تتحدث بهذا النفس الطائفي وتحكم منذ 17 عاما تحت رعاية ومرأة الإنسان وقوات الاحتلال. يعني أكثر من 50 مواطنا من أهالي الطارمية تم اعتقالهم اليوم، هناك الكثير ممن اعتقلوا من أهالي الطارمية منذ سنين، ما مصيرهم في ظل عدم معرفة مصير المئات ممن تم اعتقالهم من قبل الميليشيات والقوات الحكومية من قبل؟ أخي الكريم، هناك عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الذين غيبوا منذ 17 عاما ولا يعرف لأحدهم أي مصير أو أين يقبأ أو قتل أو تم تصفيته، لا يمكن معرفة هؤلاء لأن الحكومة غير مشغولة بالإفصاح عن هذه
الأعداد التي اختطفت والتي غيبت فتريا في سجون الحكومات والخاضعة لتوجيهات الاحتلال. فلذلك الحكومة لن تكلف نفسها بتشكيل لجنة حقيقية تخضع لمنظمات عالمية وتشترك فيها منظمات إنسانية للكشف عن مصير عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الذين اختطفوا منذ عام 2003 ولحد هذه الساعة. ولكن يظهر أن الحكومة ماضية في برامجها التي سارت عليها سابقاتها في عمليات الاختطاف والتغييب القسري وانتهاك حقوق الإنسان ومضايقة المواطنين في هذه المناطق من أجل ترك قراهم ومدنهم من أجل إحداث هذا التغيير التي تسعى إليه وفق خطة وبرمجة واضحة تعمل عليها الحكومات المتعاقبة منذ 17 عام. أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى السنبل، شكرا جزيلا لك.